هذا النور اللي فيه ناقص ما ينحد الملح وح وحاس كفي عن أنه كفي لأنه هياد إثيوبيا كتال الله أو سياسة إثيوبيا متشة مجرته سيهين وحان ربا إنا كدر إنتاس نمانك ورك سوق الهرتو أنا من تكريع نين نوع نين نينك ليرا أبديتا وكاهان شري قنصلية دان كتال الله هرقيسة سيدو الشيء هلوان فقي مركان عرتي تشوغنينا وحو تشوغي سفارة إثيوبيا أو يكولا دهي مغارة اللي راه جيبوتي يدلك جيبوتي شعبك الصومالي ما هسيد يو شيغي يعني هل قبيل بانا جيبك يوغبا هل فميل بانا مغلسة أولنا اسكو ديركا يقري اسكو دي بدا يهوغ يبا يغا سببها هدنا يغا وضا أنا وحن قبا دتك الصومالي مر لبادي مر سدحادي مر تبنادي مر بغلاد وقلنا دين هيا meesha ka kacayn gacmaha hays qabsadeen waxaas ay sheegayso 25 sano ku soo celcelinaysey ee Ethiopia iyo Kenya ba inay sandhig u dhigin waana laga gudbay arintaas baarlamaankuna waa ka gudbay shacabuna waa ka gudbay شباب كيجا يو شيوخ ذي يجا يو قبلها يجا يو إثيوبيا شغل كمالة مغلسة شعب الصومالي بنا ليها جمهورية الصومالي أنا ليها هذا أننا قاعد حكومة شري وأنا حكومة إننا ولقي يد كشق أيام دول النمو الصومالي كون يسجل بقول يسجلشني يكودي بشي مي وأنا عند سواء مرة أنا قاعد تضبطننا وأوسع أنا شركة جبوتي أجوري ملزم ناوي بالإنكير هيست حكومك يعني أتقن ما يعرفك اسمعي كتقن وأيش أوهي طلبي أنا وانك دارت وتل سي محو هاي باسبورك سي وانت هي قحطي هي ومن جست حيل مرت مجاد كيسي بما انت هوية لاي الهي وحن وبلن قالي هدي هوية وحكا هران انا اذا ما يدك فيلم ادرك بانا مرخاتي كاها نول هاد انا وكبين شيء معي وحن كويري مدحوينا مركز وها برا منستر معي وحن كويري مدحويني هرتا قرن كسوماليات باكو هي قبيل كمهين دولت بانو هين سومالي ستيت باكو هي سوما لابو هوية هداد بابي سيد سومالي ما تشريسو انا جي هوية اسكو ميد بانا نمانا كلا تقاند سيدا درت اما ندح دحادي اما اسو كايا داف انا جي هشيني فمي البانا هاي سباح جانا واد درها قلبتي نوا هشيني ولقي انا سيدا سانو هاي داد بيها اسكو قبتو حولها اسكو قبتو عيلاش اسكو قبتان نوا هاين كبعد نوا لقي هشين شري قبلا لسي سين شري مكتا لسي سين شري داقن كاسان لان ناي سومالو واحد ترى ماشي حين شري كبرورتو وحب كبرورا waxa weeye hadaan hadda macnaheedu waxa weeye hadaan walaalka dilo ya adiga waxa lagu siinaya walaashay magtiisina waa lagu siinaya walaashaa waxay dhalaysaa caruur aan abtu ahay halkaas bay ku dhamaatay eedi dhaqan adduunka dhaqanka ugu wanaagsan weeye yani marka la yiraahdo waxa loo yaqaan conflict resolution ka ama ismaandhaafka xalinta ismaandhaafka iyo muranmada waa systemka ugu wanaagsan oo la raaco weeye aanu lahaan jiray marka dadka Soomaaliyeed waa ku khaldamaysa Ethiopia ayada ayay u noqonaysaa dhibaato u noqonaysaa